مشروع قانون المالية ل 2015 يجاز بالأغلبية مرحلة التصويت عليه بمجلس النواب. المشروع حظي بموافقة 174 نائبا فيما عارضه 87 آخرون، مرحلة لم تكن بالسهل نظرا للنقاش الحاد الذي طبع بنوده، خاصة التعديلات التي تقدمت بها المعارضة والتي رفضتها الأغلبية. مشروع يوصف بالواعد. مشروع واعد، مشروع يفتح الأمل، مشروع جابت فيه الحكومة تدابير وإجراءات لصالح طبعا الشباب العاطل، إجراءات لدعم المقاولة، إجراءات لإنعاش الاستثمار، إجراءات للنهوض بالاقتصاد الوطني. مشروع القانون المالي يتغير إحداث ما يزيد عن 22 ألف منصب شغل ومعدل نمو يصل إلى 4.4% مع دعم الاستثمار. هذا اللي يمكن لنا نحافظوا به على السياده ديالنا الاقتصاديه وما نغنوش بلادنا مستقبلا لمؤسسات دوليه. في نفس الوقت هناك مجهود كبير تم في اطار الاستثمار العمومي، في اطار طبعا المناصب الماليه. طبعا هذا المشروع اعتقد انه احسن ما يمكن ان يقدم في هذه الظرفيه الحاليه. ويذكر ان مشروع قانون الماليه خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعيه. بعد مرحلة تبنيه من قبل النواب بالأغلبية، المشروع سيحط الرحال بمجلس المستشارين.